يا سادة، احنا النهاردة كنا مع صفة من أجمل الصفات الإنسانية، صفات الرجالة، صفات اللي تجعل الإنسان علامة في قلوب الناس، وهي الشهامة. الشجاعة والشهامة تجعل في قلوب الناس علامة أن هذا الإنسان يستحق أن يذكر بالمدح والاحترام والتقدير إلى يوم القيامة. فإذا يا سادة، الشهامة من أخلاق النبوة، والشهامة من أخلاق الكرام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع حضرة النبي بهذه الصفة المباركة، وأن يجعل في قلوبنا أنوار هذه العلامة من علامات حسن الخلق. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب اجعلنا دائما في صحبة ذي الوجه الكريم المأمون صلى الله عليه وآله وسلم المكرم عندك، اجعلنا في صحبته على الدوام. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اجعلنا في يد سيد المرسلين على الدوام في كل وقت وحين.